السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن بوسينة بنت تيمور. من هي بوسينة بنت تيمور؟ ابن فيصل آل أبو سعيد، من مواليد 10 أكتوبر سنة 1937. هي ابنة السلطان تيمور بن فيصل سلطان عمان ومسقط السادس، وهي عمة السلطان عمان السابق قاموس بن سعيد. والدتها هي كيكو وياما من أصول يابانية، كانت تعمل موظفة في جمرك ميناء كوبي أو كوبا. تزوجها السلطان تيمور بن فيصل أثناء زيارته إلى اليابان. توفيت والدتها بمرض السل الرئوي في عمر ناهز 29 عاما. في ذلك الوقت كان السلطان تيمور بن فيصل مسافرا إلى عمان لقضاء بعض الأعمال الخاصة به، وفور سماعه بهذا الخبر سارع بالعودة إلى اليابان للمشاركة في تشييع زوجته وأيضا لاستلام ابنته بوسينة والرجوع بها إلى عمان كي تتربى تحت رعاية زوجته الأولى فاطمة بنت آل سعيد عام 1902 إلى عام 1967. ولدت ابنه البكر السلطان سعيد ابن تيمور. عادت الأميرة بوسينة إلى عمان عام 1940 مودعة خالاتها الثلاث على أمل لقاء قريب، قائلة لهن: سأعود إليكن يا خالاتي ومعي جبل صغير في حقيبتي. إلى أن هذا الفراق قد طال بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وانقطاع الاتصالات بين الدول، فلم تتلقى الأميرة بوسينة بنت تيمور آل سعيد خالتها إلا في عام 1978 عندما وصلت إلى اليابان بعد غياب 38 سنة لزيارة قبر والدتها. تزوجت الأميرة بوسينة في عمان وأنجبت ابنا عمل طيارا لعدة سنوات في شركة طيران الخليج في مقرها الرئيسي في البحرين. وكانت هذه معلومات سريعة عن بوسينة بنت تيمور التي تبلغ من العمر 84 عاما وهي مواطنة من سلطنة عمان، والأب تيمور بن سعيد. قدمناها لكم هذه الحلقة نظرا لأن الكثير من محركات البحث اليوم تتحدث عنها ولم تضيف أي معلومات أخرى عنها. خلال هذه المعلومات فقط وليس هناك جديد حولها غير هذه المعلومات التي نقلناها لكم من صفحتها على ويكيبيديا. شكرا لكم.